فقط الجميع بعنوان مسيرة واحدة كاقتراح من فقط الشريك الأخ خليل رمضان عنده نحن من هو في ساكن الشام في يعني مسيرة واحدة 1115 يمكن تغيير كل شيء مع بعض المكتب المصري القانون الداخلي وثيقه رسميه ساريه تعد خلال الجمعة العامة أو خلال اجتماع المجالس العامة حيث تقرر لها الهيئة التنظيمية والمصادر والإجراءات الإدارية الداخلية والمقتضيات الأخرى النفسية والقوى المخالفة تعرض للجهات تعرض بجزئيات أو تضررات. الفصل الثاني الأهداف خلق أوراش وتحقيق تنمية مستديمة مستدامة انطلاقا من الاهداف التطوعي الانفتاح على جميع شرائح المجتمع داخل المجال الحضاري في القارة الانفتاح على اسس التجارب الدولية في مجال التنمية المشاركة في أوراش تنمية داخل المغرب وخارجها تبادل الزيارات والبعثات من جميع مع جمعيات وهيئات وطنية ودولية الجمعيات ليس لها أي أهداف سياسية أو دينية أو علمية تدعيم أواصر الصداقة والإخاء